اول طبق هيبقى سمك فيليه بصوص الفاصوليا السوداء. هقول لحضراتكم هنعمله ازاي واحده واحده. نقول بس المكونات الاول: فاصوليا سوداء معلبه، عصير عنب، بصل اخضر، ثوم، نشا، مرقه جمبري، فلفل حار، صويا صوص، وسمك فيليه. يعني ايه هنعمل بقى الصوص بالفاصوليا؟ اسوي السمك الاول علشان بس ايه تبقى يعني الحاجه اللي على النار نخلص منها، وبعد كده نبتدي في الصوص. يعني بدل ما هعمل باستو زي اللي هو اللي بيتعمل بالريحان، هعمل الايه الباستو بالفاصوليا السوداء. دي موجوده نقدر نلاقيها معلبات، وده اسهل لانها بتبقى جاهزه على طول، وممكن نجيبها وبعدين نغليها او نبيتها في ميه لحد لما تطرى. حط شويه ملح، فلفل اسود، وهاخد السمك، زيت، طاسه على النار تسخن كويس، شويه من الثوم، هاخد نص كميه اتبل بيها السمك، والنص الكميه الثاني هعمل بيها الايه الصوص. هوري حضراتكم حالا. طبعا لازم هستعمل ايديا، مش هحط بقى زيت في الطاسه، انا حطيت زيت خلاص على السمك، وحطيت الملح والفلفل، قلبه بس مع النشا. النشا بيخليها تبقى مرمشه، وبيخليها ما كمان ايه ما تمسكش في الطاسه. هناخد بقى واحده واحده كده، وهشيل الزياده يا دوب، بس ايه زي ما نكون كده بنبدرها حاجه خفيفه. ولو لقيت ان انا محتاج ازود زيت، في هنا زيت في الطبق ده، هحط بقيه الزيت هنا عشان ما يبقاش ايه تبقى مزيته زياده. سيبها على النار بقى براحتها، وابتدي اجهز الصوص. هحط طاسه تانية على النار، انا هقطع تقطيعه خفيفه، انا هستعمل الكبه بعد كده، هقطع تقطيعه خفيفه بس علشان اقدر ان انا ايه لما تتحط في الكبه تبقى سهله. هاخد شويه من البصل الاخضر برضو، هقسمهم انصاص، احطهم في الطاسه، النار والعه عليها، واحط معاهم الفاصوليا والثوم والمرقه، مش هستعمل ملح بقى خلاص. كمان كده كده انا هستعمل صويا صوص، فنخلي بالنا من الصويا صوص بيحدق، فما نزودش الملح. ممكن ادوس على المرقه دي عشان اسرع شويه. هاجي بقى الناحيه دي كده علشان نقلب نقطه زيت صغيره. هشوح بقى كل اللي موجود في الطاسه الصغيره ده بالراحه كده لحد لما ريحه الثوم بس تطلع، وبعد كده هزود عليه الصويا وعصير العنب عشان اقدر اخلي الكبه او اقدر اخلي خلاط يعني يخلطهم او يفرمهم بسهوله. معلقه من الصويا، وهقلب تاني. مش محتاجين بقى نزود فلفل اسود ولا حاجه، لان هو الفلفل اليومين دول حراق جدا، فخلاص. وهاخد عصير العنب نص الكميه كده، كويس قوي. الغامق ده بقى الثوم اللي اتحط، اللي هو ايه اخد شويه ايه زياده، فهنشيل الثوم اللسع ده علشان ما يعملش طعم تبقى حاجه ملسوعه زياده. وهقلب هنا كده كويس، ولسه عندي عصير العنب موجود والصويا موجود، وعندي ميه. لو انا بقى بضرب في الكبه لقيت ان ال ماسك في بعضه، هزود سائل علشان تقدر الكبه تضرب كل حاجه مع بعض. بالراحه طبعا عشان ده طالع من النار وسخن، والغطا. وبرضو واحنا شغالين كده لازم نفضل مركزين مع السمك. هو خلاص يعني تقريبا قدامه دقيقتين ثلاثه استوى من كل ناحيه. اشتغل بقى على السريع، تمام. وهاخد بقى السمك اللي استوى ده، استوى من الناحيه الثانيه،